السلام عليكم ورحمة الله، مشاهدينا في كل مكان، نسعد الله مساءكم بكل خير وتقبل الله صيامه وصالح الأعمال. أهلا بكم إلى هذه الجولة في السودان هذا المساء، أحييكم وزميلتي هيام الطاهر، ونستهل كالمعتاد بأبرز العناوين. الاتحاد الأفريقي يعد بمساعدة السودانيين للوصول لاتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير تعلن تسلمها، رد المجلس العسكري على الإعلان الدستوري. والي الخرطوم يوجه بإرجاع كل الأطباء المفصولين بسبب الاحتجاجات إلى العمل. وعد الاتحاد الافريقي بتقديم المساعدة للاطراف السودانية للتوصل الى تفاهمات حول الفترة الانتقالية. وقال مبعوث الاتحاد الافريقي للسودان محمد الحسن لباد لدى لقائه عضو اللجنة السياسية المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي انه قدم تنويرا للناطق الرسمي للمجلس العسكري حول سير مهمته واللقاءات والاجتماعات التي اجراها مع القوى السياسية الداخلية وممثلي السلك الدبلوماسي بالخرطوم. وأفاد المبعوث أن مهمة الاتحاد الأفريقي ستتواصل لمساعدة السودان بأطرافه المعنية المختلفة في التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تخرج بالسودان إلى الوضع المرتجى، مؤكدا أن التوصل إلى التفاهمات أمر بيد السودانيين وأن مهمة الاتحاد تنحصر في تسهيل التوصل إلى اتفاق. من جهته أكد شمس الدين كباشي احترام السودان والتزامه بمبادرة وقرارات الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى توافق شامل بين المكونات السودانية المختلفة. أعلنت قوى الحرية والتغيير استلامها لرد المجلس العسكري الانتقالي حول وثيقة الإعلان الدستوري. وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أمجد فريد في إيجاز صحفي إن الحوار مع المجلس العسكري تطور بشكل منهجي وباتت المقترحات والردود عليها تتم بشكل مكتوب بما يتيح الدقة والشفافية في تحديد الوقائع والأفكار. ووعد بأن يتم نشر رد المجلس العسكري للجمهور مع موقفهم منه. أعلن المجلس العسكري الانتقالي إلغاء قرار أيلولة مستشفى الخرطوم التعليمي لوزارة الصحة بولاية الخرطوم وإعادته إلى وزارة الصحة الاتحادية فورا. ووجه بأن تشمل الأيلولة كل التخصصات مع توفير جميع الخدمات الطبية، وتعهد الوالي بإرجاع كل الأطباء المفصولين بسبب الاحتجاجات الأخيرة. ووجه رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس صلاح الدين عبد الخالق لدى زيارته لمستشفى الخرطوم، وجه بإرجاع التدريب بمستشفى الخرطوم لكافة الأطباء في مختلف التخصصات والكوادر الطبية. من جانبه وجه والي الخرطوم بإرجاع جميع أطباء الأسنان المفصولين بالولاية إلى جانب الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم تضامنا مع زملائهم فورا، وعودة مراكز التدريب بمستشفيات بحري وأم درمان لأطباء الأسنان. تلعب الوساطة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الجهات المختلفة والمساعدة في الوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف. هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي قدمت للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين لتشكيل هياكل الحكم للمرحلة الانتقالية. ومن بين هذه المبادرات مبادرة الإدارة الأهلية والتي تأتي أهميتها نظرا لما يتمتع به زعماء وقادة الإدارة الأهلية من حكمة وخبرة كبيرة في شأن حل القضايا وتجاوز الخلافات بصورة مقنعة ومرضية للجميع. مبادرة الأهلية لتقاريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير جاءت استجعارا من زعماء وقيادات الإدارة الأهلية بكافة أنحاء السودان للمسؤولية التاريخية تجاه قضايا الوطن، واستنادا على الخبرات التراكمية للإدارة الأهلية في إقناع وجهات النظر المتباينة وتقريب شقة الخلاف فيما بينها وصولا للحلول بالتراضي والوفاق. تنادينا كزعماء قبائل في السودان للوساطة أو لتقريب وجهات النظر ما بين إخوتنا في المجلس العسكري وبين شبابنا الذي قاد هذه الثورة السلمية حتى انتصر.
وثمنت الإدارة الأهلية جهود الشباب في الحراك الثوري وقيادتهم للثورة بصورة سلمية حتى حققت النصر المنشود. نعترف اعتراف كامل بأن هذه الثورة قامت على يد أبنائنا الشباب، ونحن نعترف بأن الشباب فعلا له دور وله دور كامل، لكن أي زول ما عنده كبير ما أظنه يقدر يمشي لقدام. ومع الإشادة بالمواقف البطولية للثوار الشباب بساحة الاعتصام، دعت الإدارة الأهلية قادة الثورة إلى المزيد من التحلي بالصبر وإعلاء الروح الوطنية في المفاوضات الجارية مع المجلس العسكري الانتقالي. ويجدنا قصدنا منها أول حاجة أولادنا المعتصمين، لأن العمل القام بيده لو مهما في نهنا بهاتهم نقوم به، ودارين مطولوا بالهم شوية، لأن العرب عنده مثل بيقول لك العلم البارد قد الدلو، ما في داعي تلجابده. ومع مبادرة زعماء الإدارة الأهلية ومبادرة بعض الشرطانية للوساطة، يظل الشارع السوداني في حالة ترقب لما تسفر عنه هذه المبادرات، ويحدوه الأمل في الوصول إلى حلول عاجلة ومرضية تدفع بالسودان إلى الأمام وتنهي كافة أشكال التكهنات لمآلات الأوضاع الحالية. حمد أحمد عبد النبي، الشروق، الخرطوم. أعلن والي جنوب دارفور هاشم خالد أن سلطات ولايته اعتقلت حتى الآن 21 من رموز حزب المؤتمر الوطني، مؤكدا تواصل اعتقالات رموز الحزب بالولاية. وأشار الوالي إلى أن المعتقلين بينهم نساء وآخرين أوقفوا قبل سفرهم بلحظات. وقال الوالي لدى لقائه وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير في الولاية إن موضوع إقالة المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون وتعيين مدير جديد من النظام السابق نفسه غير صحيح ولم يحدث. وقال إنه لم يعين ولم يكلف أي مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب دارفور، وإنما حدث هو تسيير دولاب العمل بالموظف الثاني بحسب درجته الوظيفية دون أي اعتبار لحزبه. امتدح حزب الأمة القومية بولاية جنوب دارفور دور المجلس العسكري الانتقالي في التغيير الذي حدث، وهو ينحاز للشعب في خطوة أوجدت الاحترام للمجلس. وقال رئيس حزب الأمة بالولاية موسى مهدي إسحاق في مؤتمر صحفي بنيالة إنه لا يجوز لأي جهة أن تعادي المجلس العسكري الانتقالي أو تقف ضده أو تخونه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان، لأنه حقن دماء الشعب السوداني بكل دراية وحكمة. وقال إن الفترة القادمة يجب أن تسود فيها لغة الاحترام لكل من ساهم في هذا التغيير وعدم الإقصاء من أجل بناء وطن للجميع تتساوى فيه الحقوق والواجبات ويتجاوز فيه الجميع جراحات الماضي. وقال إن كافة الإجراءات تمضي لتفكيك مؤسسات النظام البائد في الولاية والقبض على رموزه وتقديم كل المفسدين لمحاكمات عادلة تسترد حقوق الشعب. رؤيتنا إنه كحزب أمة أن لا نستعدي وأن لا نستعدي المجلس العسكري الانتقالي، ولا أن نقي ضده ولا أن نخونه، لأن المجلس العسكري الانتقالي حقيقة للأمانة والتاريخ لعب دور كبير جدا 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 في إنجاز هذه الثورة. لولا الوقفة بتاعتهم هم الأساسية في اللجنة العليا بانحياز الجيش لكان الآن الدم يجري كأنه زي نهر النيل في ولاية الخرطوم في كل السودان. وبشأن مسودة الميثاق الدستوري التي يجري التفاوض حولها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، قال رئيس حزب الأمة القومي بجنوب دارفور إنها لا تهم الحزب كثيرا لملاحظاته المسبقة عنها. وقال إن الاستعجال أضر بالمسودة باعتراف القوى التي قدمتها للمجلس العسكري والتي تجاهلت ملاحظات حزب الأمة حولها على حد تعبيره. حقيقة عندما قدمت الورقة أو قدم الميثاق للمجلس العسكري الانتقالي للأسف الشديد في مجموعة من القوى التحرير لم تستشر الحزب الأمة، أو بمعنى آخر حقيقة رسل مسودة الحزب الأمة متأخرة نفس الأخطاء اللي ذكرها حزب الأمة وقع فيها أخواننا ناس القوى التحرير، وبعد ذلك اعترفوا بعظمة لسانهم بأنهم استعجلوا ولم يستشروا الآخرين. عموما نحن كما قال السيد رئيس الحزب في الخرطوم إن نحن تلك الوثيقة لا تهمنا كثير لأننا لم نكن جزء منها.
امتد حوالي غربي كردفان. عبد الله محمد عبد الله، الدور المتعاظم لمواطني محلية النهود فيما يلي إرساء دعائم الأمن والاستقرار، ما يدل على الفهم الواعي والمتقدم لقطاعات المنطقة. وقال عبد الله لدى مخاطبته فعاليات مدينة النهود إن أمر معاش الناس يجد اهتماما أكبر من حكومة الولاية، وأضاف أن ما حدث من تراكم أخطاء الحزب البائد لفترة 30 عاما لا تتم معالجته في فترة وجيزة، ودعا لمزيد من التماسك ووحدة الصف والعمل من أجل الوطن. ونادى والي غرب كردفان مكونات محلية النهود بأهمية الاستفادة من التنوع الإثني كمصدر للقوة بدلا من التفوق والشتات. ما في استقرار أمني معناها ما في استقرار سياسي، معناها ما في حياة كريمة للمواطن. ولذلك أنا أشكر لكم هذا الحضور، وأقدر وأثمن دوركم في استقرار الأمن في هذه المنطقة. هذا إنما يدل على الفهم الواعي والمشترك لكل أطياف الوالطيف في محلية النهود لأهمية أمن واستقرار المواطن، حتى يتفرغ الناس للاهتمام بمعاش الناس. الشيء اللي بوصي عليه ضرورة التماسك والتعاضد من أجل سودان موحد. التقى والي ولاية وسط دارفور نجم الدين كرار عبيد وفد تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية، وبحث اللقاء جملة من القضايا شملت محاور معاش الناس والخدمات والأمن من خلال الورقة التي قدمها وفد قوى الحرية والتغيير، والتي حوت عدة مطالب تتعلق بإبعاد عناصر النظام السابق من إدارة المؤسسات واستلام دور النظام البائد لصالح الدولة. ناقشنا محاور أساسية اللي هي أول حاجة المحاور الطارئة، معاش الناس، الناس مقبلة على رمضان، الدقيق قاطع في السوق، الوقود قاطع، تمام، مرتبات الناس لسه ما صرفت لحد اللحظة. نحن في تجمع المهنيين بالولاية ناقشنا مع الوالي والتزم لنا التزام قطعي إنه يا أخي الحاجات دي تتحلى، وكوننا آلية من تجمع المهنيين وقوة الإجماع والحرية عشان إنه نتابع الآلية دي، تتابع كيف إنه شنو نحل المشاكل العالقة في الولاية. من جانبه دعا والي ولاية وسط دارفور المكلف قوى الحرية والتغيير بالالتزام بسلمية الثورة وعدم التعرض للأشخاص والممتلكات، وأشار إلى المطالب بأنها قانونية وشرعية، وجدد التزام الحكومة بما يخدم المواطن ويحارب المفسدين. واتفق الجانبان على تكوين آلية مشتركة لمجابهة التحديات التي تعوق انسياب الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى تقديم خدمات المياه والصحة والتعليم. تناقشنا في مواضيع وقضايا تهم الولاية واستمعنا لمطالبهم وعكسنا لهم كل الإجراءات والقرارات والخطوات الإيجابية اللي اتخذت من جانبنا، وأمننا على ضرورة التحاور والتفاوض فيما بيننا، وأكدنا لهم إحنا إن شاء الله بإذن الله وقوف مع المواطن هذه الولاية، وإن شاء الله بإذن الله يعني نوفر له الغطاء الأمني، وإن شاء الله بإذن الله يعني ننحاز لكل مطالب المواطن. أعلنت مصر عن تقديم دعم وصفته بالعاجل للسودان من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام. وذكرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن أولى الشحنات الموجهة للسودان مكونة من 25 طنا من الأدوية. وأضافت الوزارة أن الدعم يأتي في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل والتكامل بينهما، وذلك انطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان. أشاد نجم الدين كرار عبيد والي ولاية وسط دارفور المكلف بدور شرطة المرور في أداء مهامها بالولاية، وامتدح دور الوحدات الشرطية المتخصصة في نشر ثقافة المرور وتوعية المواطنين بأسس استخدام الطريق. جاء ذلك خلال مخاطبته ختام فعاليات أسبوع المرور العربي بالولاية. نشهد معهم ختام فعاليات أسبوع المرور العربي
تحت شعار القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين. ولذلك يجب علينا دراسة الأسباب دراسة متأنية وعلمية، ويجب علينا أن نعيد ونضع الاستراتيجيات والخطط المرورية حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا. من جانبه دعا محمد كرم الله الأمين نائب مدير شرطة وسط دارفور إلى ضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في توعية مستخدمي الطريق ورفع كفاءة السائقين. وأشار إلى انخفاض الحوادث المرورية خلال هذا العام، مما يدل على وعي المواطن وتعامله. لهذا الأسبوع تمت التوعية المرورية للمواطنين من خلال انتشاء قوات المرور عبر أصحاب البصات والعربات والمركبات الأخرى، من خلال البرنامج المصاحب زيارتنا لمستشفى ذالنجين. وكان الهدف من هذه الزيارة أن نجد من هم مصابي الحوادث. شاهدين جولتنا في السودان هذا المساء متواصلة معكم، وقفتنا الأولى وفيها بعض الفاصل. اتحاد المخابز ينفي وجود شح أو أزمة في دقيق الخبز. بنك أم درمان الوطني ملتزمون باستدامة التفوق. أحمد، أنت الزول ده مش بتعرفه؟ هاي بعرفه يا مريم. يا أخي ما تفتحه في الموضوع ده؟ بس ما صعب أفتح مع عثمان الموضوع ده؟ خليه عمي حسن. أديك فكرة؟ يا أخي أنت ما تعزمه. أحمد وعثمان أصحاب من زمن المدرسة، وعشان موضوع الخطوبة ده عثمان محتاج له عزومة ظريفة ويتفتح الموضوع ويطول الحكي، ولما ينجض الكلام. ها عثمان، اتفقنا؟ خير، نتشاور يعني نعطي؟ راح يا أخي. وبدت العزومة، صحانة طالعة وصحانة نازلة، وهاك يا مشاوي وهاك يا سلطات، وطلع عثمان عازم أصحابه كمان. يا شباب أحمد يتوتر شديد، والفاتورة كل ما لها ماشة تزيد. الحساب يا شاب اتزنكت ولا تشيل هم. بطاقة بنك أم درمان الوطني بتديك السقف الأعلى للسحب 500,000 جنيه بالجديد، وبالقديم 500 مليون، يعني تخطب وتعرس وتفرش بيتك مرة واحدة، وده كله في يوم واحد. بنك أم درمان الوطني ملتزمون باستدامة التفوق. شدوا مسخن تعبان، والبيت مليان ضيفان، والحوش متان الزمان بتكنولوجيا الآن. خدمة الجزلان الإلكتروني من مصرف المزارع التجاري عبر النت أو بالجوال، لك الخدمة تصل في الحال، ارتاح انت وارتاح بالك، رقمك يبقى رقم لحسابك، للخدمات يفتح أبوابك، شايل بنكك في جوالك، احفظ جهدك احفظ مالك، مصرف المزارع اصله مثالي.
كل خدماته تتم في الحال. عبر خدمة الجزلان الإلكتروني يمكنك التحويل من حساب لحساب، دفع قيمة المشتروات، تحويل الرصيد، دفع فاتورة التلفون، شراء الكهرباء، سداد الرسوم الجمركية، سداد رسوم الجامعات، سداد كافة الرسوم الحكومية وغيرها. حسابك، رقم تلفونك من كل الشبكات باستخدام كافة الأجهزة الذكية والكمبيوترات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.fcbsudan.com. مصرف المزارع التجاري، ماضي طريق وغد مشرق. أهلا بكم مشاهدينا، نعود إليكم مع ملف الأخبار العربية والدولية. قال مسؤولون أمريكيون إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح 4 طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات. وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز B-52، وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط. وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قال في وقت سابق إن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على مؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران. عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من ضربات الحكومة السورية في إدلب، ودعا إلى قرار سياسي مدعوم من الأمم المتحدة لإيقاف القتال. وكتب في تغريدة: قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا ومنطقة إدلب. الضربات التي ينفذها النظام وحلفائه بما في ذلك الضربات على المستشفيات قتلت العديد من المدنيين في الأيام الأخيرة. وجنب تصاعد العنف في إدلب جنب اتفاقا بين روسيا وتركيا المنطقة هجوما من قوات الحكومة منذ سبتمبر، والمنطقة جزء من آخر موطئ قدم رئيس للمعارضة المسلحة في سوريا. أشارت عدة أحزاب تركية صغيرة إلى أنها قد تدعم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في عادة الانتخابات، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات البلدية التي أجريت في مارس. وكان قد أعلن فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية إسطنبول في منتصف أبريل بعد أسابيع من الجدل بشأن النتائج وإعادة فرز جزئي للأصوات. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه العدالة والتنمية الحاكم طالبا مرارا بإلغاء انتخابات إسطنبول بزعم حدوث مخالفات على نطاق واسع. قالت سلطات سريلانكا إنها فككت جزءا كبيرا من شبكة الهاصلة بتفجيرات عيد القيامة، وصادرت مواد تستخدم لصناعة القنابل وجمدت أصولا تصل قيمتها إلى نحو 40 مليون دولار لها صلة بالمخططين للهجمات. وقالت تشاندنا ويكر إماراتانا القائم بأعمال قائد الشرطة إن المشتبه بهم والمتآمرين المرتبطين بتفجيرات سريلانكا في عيد القيامة يوم 21 أبريل إما اعتقلوا أو قتلوا. وأضاف: كان هناك خبيران في صناعة القنابل ضمن هذه المجموعة وقد قتلا وخزنوا جزءا من المتفجرات لتنفيذ هجمات مستقبلية وصادرنا كل هذا. وقال مصدر عسكري إن المحققين ما زالوا يتتبعون 10 آخرين لهم صلة بالتخطيط للتفجيرات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا منهم 42 أجنبية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مدينة سوتشي بجنوب روسيا في 14 مايو. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في سوتشي في وقت سابق من نفس اليوم. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إنه لا يمكن استبعاد أن يلتقي بومبيو بالرئيس الروسي.
مشاهدينا أخبار المال والأعمال ضمن هذه الجولة بعد الفاصل مع مامون عثمان. شكرا. اقتصاديا، قطع الأمير العام المكلف لاتحاد المخابز السوداني بدر الدين الجلال بعدم وجود أي شح أو أزمة في دقيق الخبز، وأكد الجلال أنه توجد وفرة غير مسبوقة في دقيق القمح، وقال طبقا لسونا إن كافة المخابز على مستوى ولاية الخرطوم تعمل بطاقتها القصوى وبقمح سوداني صرف، وباعتبار أن البلاد تشهد هذه الأيام حصاد القمح الذي تم توزيعه بكميات كبيرة للمطاحن العاملة خاصة التي تعمل بالدقيق المدعوم. وأقر الجلال بوجود بعض إشكالات تعيق الإنتاج، من بينها تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان، بجانب عدم توفر الغاز والجازولين الذي تعمل به بعض المخابز. أكد متعاملون في السوق الموازي اليوم تراجع أسعار الدولار بصورة طفيفة، حيث بلغ سعر بيع الدولار نقدا 60 جنيها مقابل 68 جنيها للبيع عبر الإجراءات المصرفية، فيما بلغ سعر الريال السعودي 16.95 جنيها للبيع. وعزى متعاملون الانخفاض لضعف الطلب مقارنة مع ما قبل حلول شهر رمضان لجهة انتهاء طلبات الاستيراد لاحتياجات الشهر، متوقعين تحرك السعر خلال الفترة المقبلة مع نشاط عمليات بالإضافة عن ارتفاع تحويلات المغتربين لذويهم لتلبية احتياجات عيد الفطر المبارك. بلغ صادر الثروة الحيوانية في الربع الأول من هذا العام 19,000 أكثر من 2 مليون راس من الماشية و5,000 طن من اللحوم. وأعلن أحمد محموش خدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي مؤكدا انسياب الصادر بصورة ممتازة خلال هذه الفترة. وقال الوكيل إننا في بداية موسم الهدي، ونتوقع أن تبلغ صادر الماشية في نهاية الموسم أكثر من 6 ملايين رأس من الماشية وثلاثين ألف طن من صادرات اللحوم المذبوحة. كشفت إدارة مشروع الرهد الزراعي عن بداية مبكرة لزراعة محاصيل العروة الصيفية في مساحة 170 ألف فدان. وقال المهندس عبد الله محمد أحمد عمر المدير العام للمشروع في أنهم بدأوا في زراعة محصول القمح السوداني في مساحة 50 ألف فدان، فيما تبدأ زراعة محاصيل الصادر والزيوت شهر يونيو المقبل. وأشار إلى أن البنك الزراعي قام بدفع 23 مليون جنيه كاستحقاقات وأرباح لمزارعي القطن الموسم السابق، مطالبا إياه بإكمال بقية السيولة للمزارعين. ولفت عمر إلى بداية الصيانة الصيفية من قبل وكالة الري لإزالة الحشائش والأطماء وفتح المصارف تفاديا للقرق في فصل الخريف المقبل، وأضاف بأن محصول القطن سيتم تمويله عبر صيغة الزراعة التعاقدية والتمويل من البنوك. قام اللواء الركن محمد الخاضر والي شمال كردفان المكلف بزيارة تفقدية لمحلية بارة، وقف خلالها على جملة من القضايا التي تخص إنسان المحلية. واستمع الخاضر لتقرير مفصل من المدير التنفيذي للمحلية حول واقع الخدمات بالمدينة، لا سيما أبرز المشاكل المتعلقة بمعاش الناس. وفي ذات الاتجاه استمع الوالي المكلف لجملة من المطالب الضرورية والتي قدمها عدد من قيادات الإدارة الأهلية بالمحلية، حيث تعهد والي شمال كردفان بحل جميع المشاكل المرتبطة بمعاش الناس والمتمثلة في ضعف الإمداد المائي بمدينة بارة وشح الوقود والخبز. والتقى الوالي بشباب من قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المعلمين بالمحلية، حيث استلم الوالي المكلف مذكرة شملت عددا من المطالب. وقفنا على كل المشاكل الموجودة في المحلية، ووجهنا بحل كثير من المشاكل إن شاء الله حتحل هنا. الجزء اللي أصلا فوق طاقة المحلية إن شاء الله حنقوم بحله في الولاية في الأبيض إن شاء الله. أيضا في إطار الزيارة